رحمة الله وبركاته متشبهينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. هذا السيجور وهذا الصالون هنا العمارة رقم 10 طابق الثاني الشقة رقم 4، طابق الثاني الشقة رقم 4، بحال الشقة رقم 4 في الطابق الثاني، بحال في الأول، بحال في الثالث، بحال في الرابع، يعني السفلية اللي كتختلف عليهم. هنا شفنا السيجور، هذه العمارة رقم 10، السيكتور 5، السيكتور 5 جي اش 5. هنا غنبغيو نطلعوا في الكوزينه ونقول لكم الله يسخر لكم الكوزينه، جات مهويه، جات من هالشارع، يعني بلاصه الثلاجه، ماكينه الصابون، شوفوا يعني مجموعه من الامور اللي هي مزيانه. هانتوما الله يسخر لكم، يعني هنا كنشوفوا الشارع، هنا كنشوف هادشي في الريف هنايا، يا سلام يا سلام، الله يسخر الامور. هنا غادي نخرجوا من الكوزينه، ومن بعد الكوزينه كما كتوضح الصوره فغادي نمشيو للبيت اللي انفاس مع الكوزينه كما كتوضح الصوره. هنايا عندنا هنا في اليمن حمام جنب الكوزينه، عندنا شرجم التهويه، ثم كتشوفوا الصوره صراحه كنشوفوا امور ليا جيده، شتانا بين الماضي والحاضر، حياه جديده ان شاء الله، كنتمنوا الدخول بالرزق على مواليها، كنتمنوا الله التيسير لهاد الناس هادو اللي غيبداو حياة جديدة في بلاصة جديدة في نفس العمالة بطبيعة الحال، ما بعيدش على شمارة إن شاء الله. الله يسخر يا ربي والله يرزقهم من حيث لا يحتسبون، باش يلقاو حتى هما راسهم، لا مع المصاريف ديال الحياة ولا الناس اللي مشاو للطريطة ولا مع الوليدات. فهذه هي الأجواء ديال السيكتور 5. هنا إلا طلينا على اليمن هنا كنلقاو هاد الملاعب، هنايا على اليسر كنشوفو هاد الأجواء الجميلة هنا، فالله يسخر يا ربي. وكنتمنى من الساكنة تحافظ على هاد المكسب، نحافظو على هاد النخيلات، نحافظو على هاد الوريدات، باش ملي نفيقو الصباح نشوفو شي حاجة زوينة، ما بغيناش واحد الوقت تجيو نلقاو هنا غير التراب حمر. اللهم يسر لنا عودة في الموضوع، تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.